السلام عليكم بنياتي، كديري؟ لاباس؟ بخير، لاباس عليكم ياك هانين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. اليوم بنياتي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير معكم واحد الوصفه ديال العدس اللي ما عمريش طيبته، درت معكم العدس نهائيا. غادي نديرو اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، غنطيب العدس، نوريكم كيفاش العدس ابنتي فين ما كنتو في كل مكان. تنشكركم، تبارك الله عليكم، من هنا يخطيكم. عجبتوني بزاف، الله يعاونكم ويعينكم وييسر لكم، وتندعم على البنات في هاد العواشر ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي ما باغات الاولاد. الله يعمر ربي يسر ليهم ويسهل عليهم. تنطلب الله سبحانه وتعالى وباب السماء، ومن قالوا كلمه وطيور السماء اش قال لي باب السماء يكونوا محلولين، يستجب الدعاء ديالي. الله يسر ليكم ويسهل عليكم ويجد لكم ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله بنياتي. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كما تشوفوا انا يلا درت القزبر ومعدنوس والدجاج البنات، ها انتم كما تشوفوا يلا درت قزبر ومعدنوس والدجاج. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشي معاكم ان شاء الله دقه دقه باذن الله سبحانه وتعالى. تنصايب كل شيء ان شاء الله يا ربي، اللهم يسر يسر يا ربي. بسم الله غندير الزيت بنياتي، ها هو الزيت واحد نص كاس ولا ما كاملش على حسب سيدة البيت، كلهم عارفين كيفاش اشنو خصهم يديروا ان شاء الله يا ربي. نشعل البوطه هنا بيد الله سبحانه وتعالى، اللهم يسر. بسم الله واحد راس المعلقه ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال سكينجبير. كما تشوفوا بلي درت معلقه ديال التحميره، معلقه تاع الخرطوم، معلقه تاع سكينجبير، معلقه تاع الملح، معلقه معلقه من الحاجه اللي قاسي. الزيت نخلي فيها هكا هذا سير شويه الدجاج البلدي ان شاء الله الرحمن الرحيم. العدس راكم عارفين وصحي وزوين البنات. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم كنزيد نطحن في التوابل اللي غادي ندير فيها. من البنات انا درت البصله هانتا كما تشوفو، نطحن طيشه تاهله ان شاء الله. شوفوا البنات انتما في العدس في الوقت والبرد، مازال عندنا حنا في فرنسا راه مازال حاط عندنا البرد، مازال السمر. ما قلنا علاش لا نوقعوا شويه. هذا البنات واحد العرق ديال السكينجبير تنيقو بحال هاك خضر، هادي تغمرو بصلة وزتها هنا بحال ما تتشوفو البنات. هاد العدس كيجي زوين، كيجي رائع، زوين بزاف البنات. هاتكم جربوا ان شاء الله الرحمن الرحيم وتشوفوا كيفاش يجي واعر. ها
ثم البنات غادي نخليه يتقلى كما تشوفوا، وعاد نمرق وندير العدس ان شاء الله الرحمن الرحيم. تيجي روعه، تيجي زوين بزاف 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 البنات. ثم البنات العدس بعد ما غسلناه ورطبناه بميها وصفيته من الماء، تقلى الدجاج لقامة. دابا انا غادي نلوح العدس البنات. هاتوما البنات دابا راه غادي نمرق ان شاء الله، وغادي نخليه يطيب على خاطرو نرخي ليه البوطه الاخر ديالها، ما غاديش في البرمه تنجهدو ليها حتى تغلى البرمه، وفي الاخر كنقصو ليها البنات نخليوها طيب على خاطر. ها هنا مرق ونخليها تتغلى، وغادي نخليها تتغلى البنات، وغادي نرخي ليها الاخر ديالها ونخليها تطيب على خاطرها. ها انتم البنات العدس هو طاب كما تشوفوا تبارك الله وصلى على النبي. ها هو تبارك الله بسم الله بسم الله. ها انتم تبارك الله كيف جا. ها انتم بنقياتي جواهر العدس في الوقت راه زوين صحي. هانتوما البنات ها الطبسيل ديال العدس. ثم بناتي مرحبا بكم، تابعوني في قناة كويزين أم مروة، تنشكركم تبارك الله عليكم من هلا يخطيكم، شكرا لكم.